مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بكم. جات الشتاء وجاو الرياح راح يتغير الحال. وي عايز قبل ما نبداو بالنشره الجويه دابري لاجونس نوا هذه الوكاله الامريكيه اللي تبحث على لي سوسيون والاتموسفير، شهر سبتمبر 2014 كان كما يقول لك لو موا لو بلو شو من اللي بداو لي ريلوفي ميتيرولوجيك من 1880 باش تشوفوا باللي على مستوى الكره الارضيه. مو نشوفوا كيفاش راح يكون غدوه ان شاء الله مع الصبيحه الحال. وي غيوم جينا من شمال شرق كما يقول لك البحر الابيض المتوسط، تهم الولايات الشرقيه وايضا الوسطى، حتى بعد الولايات الداخليه، الجبال تاع البابور، جبال شمال جبال اوراس، منطقه قسنطينه، جرجره، حتى بعد المناطق تاع شرق جبال الاطلس البوليديكا، منطقه بوزكزا، وايضا شرق العاصمه غيوم. وهذه الغيوم والامطار نقدر نقولوا جهه 8 9 اللي تكون اكثر كثافه حتى قريب الظهور، وبينما على غرب البلاد من نقولوا عين دفله وندوها حتى الحدود مع المملكه المغربيه، وايضا كاع المناطق تاع الجنوب الكبير الجزائري عموما اسمها صافيا باستثناء عبور بعض الشعوب على هذه المنطقه. نجوزوا للظاهره، ظاهره الاكتيفيتي تاع الغيوم هذيك والامطار تنقص شويه خاصه من العصر الفوقه، تبقى بعد الغيوم وعد الامطار احتمال باش تسقط، على كل حال تكون معتدله، حاجه جاهله على كل حال خير من الوالو. اما بما يخص غرب البلاد كذلك بعد الغيوم تعبر، والجنوب الكبير حال شباب باستثناء بعد سحب تعبر على الواحات وشمال الصحراء، وايضا على كما يقول لك الجبال تاع الاوراس، وايضا منطقه سطيف برج بواريريش، كل هذه المناطق زوابع رمليه تنشط على الصحراء الوسطى، وايضا على الواحات منطقه توكور تاع الواد حتى بسكرينوت شويه رحله، هذه المنطقه تقدر تكون الرؤيه ضعيفه. نجوزوا لدرجه الحراره هنا المهمه جدا، مع الصباح ما كانش تغير، مع الصباح ما بين 17 18 على الشمال، 14 17 على المناطق الساحل قرب السواحل، الهضبه العليا 12 13، الجنوب 23 في الصحراء الوسطى و24 في اقصى الجنوب. الظاهره ظاهره لا نحسوا باللي انخفاض محسوس في درجه الحراره، نرتقبوا في فقط 19 درجه من جهه سوق اهراس، وايضا من جهه سطيف، وايضا من جهه بني ورثيلن في جبال البابور، في 21 على القالة عنابة، وايضا سكيكدا 22 بجيجل 22، وايضا بجاية 23 بالعاصمة تيزي وزو 21 كذلك هي والبويرة. نقدر قسمتنا واحد 20 درجة فقط، 24 باش تشوفوا باللي بارابور اليامات اللي فاتوا بحرنا تقريب 7 درجات الى 8 درجات. درك رانا في المعدل الفصلي 34 على الصحراء الوسطى، كذلك انخفضت شوية الحرارة على هذه المنطقة، شمال الصحراء انخفضت اقل من 30 درجة، واقصى جنوب الهوغر والتصريح 30 الى 33 درجه، و36 في برج باجي مختار. نجوزوا للملاحه والصيد البحري، البحار وي من العوانه حتى العنبه، ومن العنبه القاله التم يكون شويه مهول لان الريح يكون شمالي غربي يقدر حتى 50 كيلومتر في الساعه، بارافار 50 كيلومتر، وكرون لارج تم يكون ديمونتي خاصه على شمال جزر باليار في الجولف دو ليون، تم لي يقدر يكون الريح قوي يقدر يحكي حتى 90 كيلومتر هنا في الكرون لارج، هنا ما بين هذا الجزر هادو يقدر يحكي 80 كيلومتر في الساعه، ويكون شمالي شمالي الى شمالي غربي حتى 80 كيلومتر في الساعه موين. الرؤيه تكون مرادئه خاصه على السواحل الوسطى وايضا الشرقيه، هذا راجع لي بعد الغيوم وبعد الامطار. ونختموا هذه النشره الجويه بالمعلومات الفلكيه بهذا المنظر الجميل تاع غابات ولايه تيزي وزو، باش تشوفوا الخريف كيفاش يولي، كيفاش الورق يبدلوا اللون تاعهم، وكيفاش العناصر يعاودوا يحيوا، والماء كيفاش كي تمطر الحاله والماء كيبدا كما يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. على كل حال الاربعاء 22 اكتوبر 2014 شروق وغروب الشمس على العاصمه وضواحي ود العناوين في خدمتكم فيما يخص البيئه والجوم. ابقى لي غنقول لكم الله يدوم قوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.